السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم الطريقة الصحيحة لإنشاء كتاب تلوين خاص بنا بكل بساطة عن طريق بويربوينت. حتى إن لم تكن تجيد أي مهارات فما عليك إلا اتباع هذه الخطوات وسوف تقوم بإنشاء أول كتاب لك. وفي البداية إخواني لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس ثم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وإن أعجبكم الفيديو الضغط على زر إعجاب. فبداية نذهب إلى أمازون ثم أختار هنا بوكس ثم كولورين بوك فور كيدز ثم ستظهر لنا مجموعة من الخيارات. سأقوم باختيار هذا الكتاب مثلا لنشاهد المحتوى الخاص به ونقوم بإنشاء كتاب يشبه تقريبا. فدائما أخي في النيتش الذي تشتغل عليه حاول أن تشاهد كتب كثيرة حتى تأخذ فكرة عن طريقة إنشاء هذه الكتب وتضعها بطريقتك الخاصة. فمثلا نشاهد هذا الكتاب، نلاحظ هذه المقدمة الجميلة، بعدها This book for kids، ثم نشاهد المحتوى الخاص به هو يتحدث عن الأرقام أو يصنع محتوى خاص بالأرقام والكولورين، ونحن سوف نقوم بإنشاء كتاب كذلك. فأولا أخي أقوم بإنشاء PowerPoint بالضغط على الزر الأيمن للماوس ثم اختيار PowerPoint، بذلك نقوم بإنشاء الملف PowerPoint ثم نضع له اسم خاص به كولورين مثلا، ثم نقوم بفتح هذا PowerPoint. هنا ليس لدينا القياس، فعند اختيارك لقياس الكتاب فالكولورين دائما تكون قياس كبير 8.5 في 11 إنش، لكن إن كنت تشتغل في مثلا نيتش آخر ولا تعرف القياس ما عليك إلا أخذ فكرة من المنافسين. اذهب إلى المنافس هكذا وقم بالنزول إلى Product Detail، هنا ستجد عدد الصفحات وكل المعلومات الخاصة بهذا الكتاب. ما يهمنا هنا هو 8.5 في 11 إنش، إذن سوف نقوم إنشاء كتاب أو محتوى بنفس هذا القياس. أذهب إلى هنا ثم نختار Creation ثم نقوم بتحديد القياسات. نجد بأن القياس هنا بالسنتيمتر ونحن لدينا الإنش، ما عليك إلا الذهاب إلى هذا الموقع ثم وضع هنا 8.5 إنش في العرض. هنا سوف تظهر لنا النتيجة، نضعها هنا، لكن لاحظ معي أخي يجب عليك تغيير النقطة بالفاصلة لأن هذا PowerPoint لا يقبل النقطة بل الفاصلة. ثم نرجع إلى الموقع الخاص بنا ثم نضع 11 إنش ثم نأخذ المقابل لها بالسنتيمتر ثم نضعه هنا، ودائما نغير النقطة بالفاصلة ثم نختار أوكي. ها هي الصفحة الخاصة بكتابنا هكذا سوف تظهر بهذا الحجم، ثم نقوم بنسخها، والآن سوف نقوم بإنشاء الصفحة الأولى. بالنسبة للصفحة الأولى دائما تكون فيها بعض الزخرفات أو الأشكال الجميلة لأننا هنا نتعامل مع الأطفال، ثم يكون فيها اسم صاحب هذا الكتاب. سوف أريكم الطريقة كيف سننشئه. فأولا سأريكم هذه المواقع بيكساباي وفيكتيزي وكذلك فريبيك، هذه هي المواقع التي استخرج منها الصور، وأنصحكم ببيكساباي لأنه يعطي صور دون حقوق الملكية. أختار هنا فيكتوريال حتى تظهر لي الصور المرسومة، وهنا سأريكم مثلا، فمثلا أريد أن أختار هذه الصورة. فدائما أخي عند اختيارك للصورة اذهب إلى هذه الخانة وانظر، فهنا مثلا libre pour usage commercial pas d'attribution requise، يعني هذه الصورة يمكنك أن تستعملها دون حقوق الملكية. لكن نصيحتي لك أخي الكريم حاول أن تعدل قليلا على الصور لأنه قد يرفع هذه الصورة أحد
الأشخاص من قبلك، ثم عند وضعك نفس الصورة يقوم بالتبليغ عنك في أمازون كي دي بي، فهناك نفسيات مريضة عافانا وعافاكم الله، لذلك توخى الحذر أخي الكريم. فأنا حتى لا أطيل الفيديو فقد قمت بتحميل مجموعة من الصور التي سوف أشتغل عليها في هذا الدرس حتى لا أطيل الفيديو ويكون هناك تكرار. سوف أختار هذا الكادر لجميع الصور. فيجب عليك دائما أخي أن تبدع في هذه الأشياء التي تبدو لك بسيطة لأنها تلقى ترحيب كبيرا عند المشتري. مثلا سوف أقوم بضبط هذا الكادر، لكن انتبه معي أخي الكريم، فلا يجب عليك أن تجعله محادي للهامش لأنه لن يقبل منه إذا اخترت نو بليدز. أما إن كنت تشتغل ببليد فليس هناك أي مشكل. ثم أقوم بنسخ هذه الصورة لأنها هي التمبليت أو الشكل الهندسي الذي سوف أشتغل عليه في جميع الصفحات الخاصة بكتابنا. والآن أبدأ بزخرفة الصفحة الأولى كما قلت لكم سابقا. فمثلا اخترت هذا الشكل، سوف أضعه هنا في أعلى الصفحة أو أعلى صفحة البداية. ودائما أخي اذهب إلى المنافسين وشاهد كيف يقومون بإنشاء كتبهم. فمثلا هذا يضع this book belong to، يعني هذا الكتاب خاص بي. ثم نقوم نحن كذلك بإنشاء هذه الجملة this book belong to ثم أحاول أن أضع بشكل جميل، أختار قياس مناسب وكذلك أختار تركيز الكتابة وسط الصفحة وأغير شكل الكتابة، فهذا يبقى اختيار خاص بكم إخواني الكرام. ثم أزيل هذه النقط حتى يظهر لي الصفحة كما سوف تكون في النهاية، يعني تبدو بأنها متناسقة وجميلة. لم يعجبني الخط، سوف أختار خطا آخر، هذا يبدو مناسبا. ثم هنا أقوم بوضع هذا الخط البسيط، فهذا الخط هو المكان الذي سوف يضع فيه المشتري اسمه. ثم أختار له اللون الرمادي. ثم أضع هذه الصورة مثلا حتى تظهر صفحة البداية بشكل جميل. فنحن كما قلت سابقا نتعامل مع أطفال، لذلك كلما أضفت أشكال جميلة كلما كان الانطباع جميل لدى الطفل، وهذا سيعطيك تقييما أو تقييمات إيجابية جميلة تساعدك في بيع كتابك أكثر وأكثر. الآن
الآن يجب علينا أن نضع الصور التي قمت بتحميلها سابقا، فأنا قمت بتفريغها من الألوان، وحتى لا أطيل عليكم الفيديو كذلك، فشاهد معي أخي الكريم. إن أردت طريقة تفريغ هذه الألوان فهناك طريقتين قمت بشرحهما في فيديوهات خاصة سابقا، فهذه هي الطريقة الأولى وكذلك هذه الطريقة الثانية. ما عليك إلا اختيار الطريقة التي تبدو لك أنسب والتي تتناسب مع مهاراتك الشخصية أخي الكريم. ملاحظة إخواني سوف أخبركم بها، فعند اختياركم لكتب التلوين أو coloring books يجب عليك دائما أن تركز على أن تضع دائما صفحة فارغة وراء الصفحة التي بها رسوم التلوين. لماذا أخي الكريم؟ لأن الشخص الذي سوف يقوم بتلوين هذه الصفحة سوف يفسد الصفحة الموالية. إذن إن وضعت أنت رسومات في الصفحة الأولى والصفحة المقابلة لها فسوف تفسد لك الصورة الثانية، وبالتالي سوف تحصل على تقييمات سلبية من عند هذا المشتري. لذلك أخي الكريم ركز معي، دائما إن كنت تضع 25 رسمة للتلوين فكتابك يجب أن يحتوي على 50 صفحة. ثم الآن سأريكم الطريقة التالية لإضافة الصور، تقوم بإدخالها بهذه الطريقة كما تفعلون في الفوتوشوب وإليستراتور وجميع البرامج الخاصة بالصور. نقوم بجعل الصورة وسط الصفحة ونضع صورة وراءها فارغة، وهكذا دواليك نقوم بوضع صورة وبعدها صفحة فارغة حتى نتمم كتابنا بدون مشاكل ونقوم بحفظ هذا المحتوى. فبالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون PowerPoint قديم مثلي فلا توجد لهم خاصية PDF هنا عند محاولة استخراج من العمل. لذلك أخواني الكرام وضعت لكم هذا الموقع الجميل يحول لنا جميع الصيغ إلى PDF من هذه الخاصية. فمثلا سوف أذهب إلى PowerPoint الذي أنشأناه ثم أقوم بسحبه داخل البرنامج هكذا، ثم ننتظر حتى يصل إلى 100%، بعدها سوف يقوم بتحويله إلى PDF بكل بساطة. وعند ظهور هذه الخانة داونلود نقوم بتحميل المحتوى الخاص بنا ويكون جاهز لرفعه على أمازون KDP. كان هذا هو درسنا إخواني الكرام، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس ثم مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وإن أعجبكم الفيديو الضغط على زر إعجاب، وشكرا لكم على حسن متابعتكم. إلى اللقاء إخواني.